على فكرة عايز أقدم لكم ضيفة دخلت حياتي من 5 شهور، بنتي دنيا أول مولودة، وشيء ظريف قوي. يعني حكاية إنك أول حاجة تلاقي بيبي جالك دي عملية كبيرة قوي. فبص النهاردة عايز أقدمها لكم. على فكرة البنت طالعة كوميديانة، أنا أول ما اتولدت وشلتها أنا وفرحان بيها بقول لها إيه دي، راحت واخداني قلم على طول. فحسيت إن البنت فيها حاجة، يعني هتطلع كوميديانة كبيرة. يعني يمكن هي مثلا أول ما اتولدت في حاجة معينة ما عجبتهاش يعني. فيسعدني أقدمها لكم. عندكم أنا دقيقة واحدة بس تشوفوا تسلموا عليها. سادتي يعني سادتي مع ابنتي العزيزة دنيا. كلكم شايفين دنيا دلوقتي وهي عايزة ايه ده؟ فين دنيا؟ انت مين؟ حصل غلط. دنيا هتيجي دلوقتي وهعرفكم بيها. اهلا ستي دنيا. يا سلام. كلكم شايفين الماموزيل دنيا دلوقتي، هناخد منها حديث صغنن. بصي 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 هناك. انت اسمك ايه؟ بتقول لكم دنيا. وبابا اسمه ايه؟ بابا اسمه ايه؟ دنيا برضو. و انت ايه رأيك في الوضع بالنسبة يعني تداخل الأحداث في منطق، ولا إيه رأيك؟ موافقة؟ طب قولي للناس بقى باي باي، قولي لهم باي باي كده. ها بصي 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 هناك. طب تحبي تسمعي إيه يا دنيا؟ قولي لبابا. هي عايزة تسمع حتة من الأطلال.